السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي للجميع، نتمنى السلام دائما للجميع. طبعا اليوم يا اخوان بدنا نفرجيكم احدى افاعي الاصالات الشبكية اللي هي اطول نوع بالعالم، اللي فقصت عندي السنة هاي قبل كم شهر. طبعا خرجت احدى الافراخ من البيضة مشوهة خلقيا، فكنا نعتقد انها ممكن تموت ممكن لا، لكن طعمناها واكلت وتمكنت من انه تخرج بشكل طبيعي، مع اني انا كنت متوقع لا بسبب التشوه اللي هو. طبعا كمان هي الافعى اجت شوي شرسة، بتخليش حدا يكرب عليها ولا حذرة جدا جدا. أرجوك يا أفا، ولو قديش حذرة، تخليش حدا يكرب عليها، بتعض شرسة جدا. المهم التشوه اللي أجا في الأفعى هاي اللي هو قبل الذنب، قبل المنطقة اللي بتخرج منها. شايفين ركز هاي هان التشوه قوي جدا قبل دنبتها محل ما بتخرج، لكن انا كنت متوقع انه الافعى توكل وما تتمكن انها تخرج بشكل طبيعي، لكن سبحان الله اكلت وبتوكل وتمكنت منها تخرج، رغم انه الفتحة المتبقية بين باقي امعائها والذنب يعني ضيقة جدا زي ما انتم شايفين، كثير ضيقة بالضبط، وانه ممكن يكون مع التشوه مصران مسكر او اشي تاني مسكر وما تقدر انه تتمكن من بعد ما توكل تمشي في امعائها من هاي الفتحة الصغيرة وتخرج، لكن اكلت الافعى وتمام. وهي صار عمرها كم شهر، مسجل التاريخ عندي، وكل شي تمام. يعني انا توقعت انها تموت بسبب هذا التشوه، بس يعني كل شيء تمام وما في اي مشكلة. اكلت حوالي، صارت ماكلة حوالي 8 وجبات واخرجت بشكل طبيعي. كمان شرسة، شوفوا كيف سبحان الله تشوه. حتى اعتقد بالمشي بتمشي عادي. شطورة شطورة. جد هاي شرسة جدا جاي. طلع طلع بتعض بقوة وبقول شطورة انت. المشي تبعها، المشكلة هي بدها تهاجم، بدهاش تمشي. شايفين كيف جاي التشوه؟ يلا روح روح روحي.
تمشي. يمشي يمشي. ايوه امشي روح. يلا امشي. كله عض بعض. امشي امشي نشوف كيف طريقة المشي تبعتك. ايوه يلا روح. روحي يلا. بتقدر تمشي عادي بس بدهاش. بدها تهاجم وتعض. بلاش خلص تعالي. طبعا اتمنى انه كل ما تكبر وتطول ما يكون التأثير سلبي. اتمنى يكون التأثير ايجابي. اما الحلو زي ما قلت لكم هاي اصلة شبكية اطول نوع بالعالم. انا انتجت 22 فرخ هاي السنة قبل حوالي 3 شهور. كلياتها طفرات من نوع باربل وليفندر من الالوان النادرة والغالية جدا. والسنة دي كمان انتجت كبروا صاروا اليوم حوالي 1.5 متر. طبعا انا من 12 سنة كنت كمان انتج. توقفت فترة ورجعت انتج. هاي اصلة شبكية اطول نوع خلق على وجه الارض. يعني ما فيش اطول منها خلق ربنا سبحانه وتعالى. والاناكوندا الخضراء اضخم افعى بالضخامة على وجه الارض. يعني اطول نوع بالعالم واضخم نوع بالعالم. لكن برضو هاي بتضخم. هاي الاصلات اللي هي غير سامة بتاتا عاصرة. موطنها الاصلي اسيا. بتعيش في اسيا. طبعا منها الوان الطبيعية العادية مثل اللي كنت انا اصورهم عندي. ولكن الطفرات هاي جميلة جدا. وبننتج منها طفرات ألوان جميلة.